متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم في يوم الختام وهذا المساء الذي أقيمت ورصدت له 10 أشواط ونحن نسير في شوطنا السابع. تهانينا بداية للفائزين، والتهاني موصولة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري مالك المغيرة وأيضا مالك للطام، من انتزعت في هذا المساء الرموز، رموز مجسم بوابات ميدان الشحانية. أيها الأعزاء، هذا الشوط رصدت له أيضا جائزة عينية قيمة، ومقدمة الشوط ومن تحت المركز الأول هنا المسك عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، التماس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والدور دور المركز الثالث، من تتسلل وتتقدم انتزاع تنتزع في هذه اللحظات المركز الثالث لعنزان بن محمد النعيمي، وتليها على المركز الرابع هنا تشريف وتعود ملكيتها لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، تليها على المركز الخامس ترهونة لبريك بن فرج بن هادي بن هليل المري. هذا هو ندانا مشاهدينا الأعزاء الأول للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وأعود إلى مقدمة الشوط المسك. هل العنود يتواصلون ويقدمون لنا في هذا الشوط المسك؟ عبد الله بن سعيد بالأسود المري، أتمنى يا بالأسود أن تحذو حذو العنود من صالت وجالت على أرضيات الميادين. عموما وعلى كل حال، نواصل إذاعتنا إلى المركز الثاني، التماس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري والإعصار الغربي، من ضرب في هذا المساء أشواط الرموز وأرضية ميدان الشحانية ونقل بالتالي السلامات والتهاني إلى الإمارات وبالتحديد إلى مدينة زايد وإلى أهل الغربية. المركز الثالث ومن تحتل ثالث المراكز انتزاع، عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، ولكن دخول 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 على انتزاع وتقدم من قبل الجازي على المركز الثالث، وتعود ملكيتها لسالم بن رملي العامري تحمل الرقم 14، بينما المركز الرابع ومن تحتل رابع المراكز في هذه اللحظات هنا انتزاع، عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. وننتقل متابعينا الكرام إلى المركز الخامس ومن تحتل خامس المراكز مع أول كيلو مترين تنقضي من مسافة هذا الشوط، ويتبقى أيضا الكثير من عمر هذا الشوط. هنا الشاهينية المسلم بالزفنة بمسلم العامري على المركز الثالث وعلى المركز الخامس عفوا، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الجازي لخالد بن سعيد بن يحيى المري. وصلت التعديلات في هذه اللحظات، كل التوفيق يا أبو سعيد. أعود إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، هنا التماس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول تنطلق بهذا الشعار الكبير، هذا الشعار الذي أبدع في مساء هذا اليوم. المركز الثاني هنا المسك لعبد الله بن سعيد بالأسود المري، ورابع وثالث المراكز منوه 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 خالد بن سعيد آل يحيى، أتمنى لك التوفيق يا أبو سعيد. تنتقل الآن انتقال ممتاز إلى المركز الثاني وفي طريقها، وتلاحق في هذه اللحظات تلاحق التماس، كل التوفيق للمشاركين. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من الشاهينية لمسلم بالزفنة بمسلم العامري، بينما المركز الخامس هنا أيضا تتواصل انتزاع عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. يلا يا مضمرين، من راعية الكروزر البيك اب في هذا الشوط، وكذلك الفوز والناموس، ومن أيضا 10 أشواط عندنا ليلة فقط لا غير، من ستسجل اسمها في هذا الشوط ليعرض أمام أيضا وسائل الإعلام ويدخل أيضا إلى قائمة الفائزين في هذا المساء؟ عموما ما زالت التماس 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 التماس، تواصل الانطلاق على المركز الأول والعصا قوس، وأيضا محمود بن
محمد بن سالم الوهيبي يتابع ويراقب تحركات وسكنات التماس من تنطلق على المركز الأول. منوه 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 على المركز الثاني وتعود ملكيتها لخالد بن سعيد بن يحيى المري على المركز الثاني، ولكن دخول دخول وتسلل عليها ودخول وتسلل من الشاهينية المسلم بالزفنة بمسلم العامري على المركز الثاني، بينما منوه الآن على المركز الثالث وتعود ملكيتها لخالد بن سعيد آل يحيى المري. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تحتل رابع المراكز هنا الآن تسلل أو ما زال المركز الرابع مع انتزاع عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، وواصلك يا عنزان تسلل من العنود لمحمد بن جابر بن جوير المري. هذا هو ندانا، وما زالت التماس ترقص هنا على أرضية الميدان الرقص المعتاد لهذا الشعار الغربي المميز الذي يشارك في هذا المساء بأفضل حالاته وبالجاهزية التامة وعلى اكتمال التضمير وكل الأمور التي تدور، ومع المضمر الكبير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. عموما التماس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول تليها وتلاحقها هنا الشاهينية المسلم بالزفنة بمسلم العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى التسلل والقدوم من العنود لمحمد بن جابر بن جوير من تتسلل وأيضا تنطلق والعصا قوس وانطلاقها ممتاز ممتاز ممتاز. منوه على المركز الرابع وتعود ملكيتها لخالد بن سعيد آل يحيى، وخامس المراكز مشاهدينا مع انتزاع لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. وأتوقع شخصيا بأن التماس هي راعية هذا الشوط إن لم يكن هناك كلام آخر من بقية المضمرين. هذه التماس مشاهدينا الأعزاء تصدرت معظم أمتار هذا الميدان هذا الشوط، وما زالت تواصل الانطلاق، وأيضا طوت الستة كيلومترات طي بسرعة السبق والأصايل. مشاهدينا الأعزاء نقترب من 1500 متر الأخيرة، والتماس جرت هذا الشوط جر وانطلقت انطلاق ممتاز بشعار الغربي وشعار الغربية مع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. يا سلام يا سلام، هذه التماس مشاهدينا الأعزاء ولا خوف عليها حتى هذه اللحظات، مرتاحة على الصدارة مرتاحة على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. إذن التماس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وإن فازت فستسجل النقطة الرابعة الثمينة في هذا المهرجان في هذا المهرجان، ونحن في آخر أيام هذا المهرجان مهرجان الشحانية السنوي. ولكن الله يا محمود دير بالك، أرى العنود قادمة 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 لا محالة، قادمة مع 1200 متر الأخيرة للتعارك وللمنافسة على سيارة وناموس هذا الشوط محمد بن جابر بن جوير المري. الله، شوف شعارات قادمة خلف الخمس مراكز الأولى، وصلت الشعارات الآن وانطلقت اللي أراها الآن على المركز الثالث الشاهينية المسلم بالزفنة بمسلم العامري والكيلو الأخير. الله يا سلام، أول نداء لسمحة حمد بن علي بن سالم المحرول المري على المركز الرابع، وتنتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات مباشرة، وأيضا وصول من بشاير بشاير وشعار الرسمي ينطلق عامر بن سعد الرفادة بهذا الانطلاق والحضور الرسمي. ولكن هنا أيها الأعزاء سمحة 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 والتماس وبشاير، واختلط الحابل بالنابل يا متابعين، بشاير سمحة وأيضا هنا بشاير وسمحة والعنود، وأيضا تصل تشريف في هذه اللحظات، ولكن شعار عامر بن سعد الرفادة مع شعار نجم المواسم الرسمي والإعصار في تنافس قوي. بشاير 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 عامر بن سعد الرفادة هي الأقرب للفوز حتى هذه اللحظات. أيها الأعزاء، هل تسجل أول نقطة في هذا المهرجان لمالك هذا الشعار؟ ووصول من سمحة حمد بن سالم المحرول، يا سلام، الوضع خطير الوضع خطير. سمحة 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 تتسمح أمامها الدروب، يا سلام، وأيضا هناك شعار بن سالمين أرى يتسلل على ثالث المراكز، ولكن سمحة 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 تتسمح أمامها الدروب وتنتزع السيارة مشاهدينا إلى عزة لتهديها لحمد بن علي المحرول. تهانينا يا حمد، تهانينا على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني بشاير عامر بن سعد الرفادة، المركز الثالث تصل تشريف سالم بن حمد بن سالمين المري، المركز الرابع التماس لمحمد بن زايد بن خلفان
المنصوري المركز الخامس، العنود لمحمد بن جابر بن جوير المري. تهانينا للفائزين، وسمحة استطاعت أن تظفر بناموس الشوط وتهدي السلام إلى مالكها حمد بن علي المحرول المري. هذه لحظة وصولها 9:43 52 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سمحة حمد بن علي المحرول المري، تهانينا على هذا الفوز والناموس. عطنا مخرجنا الكريم المركز الثاني. هذه تصل بشاير وتوقيتها 9:44 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للرسمي عامر بن سعد الرفادة المركز الثالث، وصلت على ثالث المراكز تشريف وتوقيتها 9:44 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن حمد.